سورة العاديات. هذه السورة تتكلم عن الجهاد في سبيل الله، وأهمية الجهاد، وأهمية الخيل في الجهاد في سبيل الله. فالعاديات ضبحة، والموريات والمغيرات، وآثرن به نقعة، ووسطن به جمعة، كلها الخيول. ويصف الله جل وعلا هذه الخيول وموقفها في القتال في سبيل الله جل وعلا. وهذا كله قسم ثم عطف على القسم، فالقسم بالعاديات ثم ما بعده عطف عليه. والمقسم عليه قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، يعني جنس الإنسان إلا من آمن وعمل صالحا، وأما جنس بني آدم فإنهم يجحدون نعمة الله جل وعلا. وهذا مشاهد في الواقع، قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فلذلك احذر أن تكون من هؤلاء القليل، لأن الجاحد للأسف هو الأكثر. وسيأتينا بيان أيضاً لشيء من هذا في سورة العصر إن شاء الله تعالى، حيث ذكر الله عز وجل الخاسرين ثم ذكر صفات الناجين، ثم بيّن أن هذا الجاحد لنعمة الله عز وجل سوف يشهد على نفسه، وهذه الشهادة تكون في الدنيا بلسان حاله ومقاله، وتكون في الآخرة بشهادة أعضائه عليه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ثم قال: وإنه من صفات هذا الكنوت أنه محب للخير حباً شديداً. قد يقول الإنسان: كيف يحب الخير وكيف كنوت؟ نقول: الخير هنا هو المال، وليس الخير الذي هو الأعمال الصالحة. فالمعنى بالخير هنا حب المال، فحب المال فطرة، ولكن حبه الشديد خلاف الشريعة، لأن من أحب المال قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. الذي يحب المال حبا كثيرا سيبعثه حبه الكثير لفعل المنكرات وترك الواجبات، فيبخل بالزكاة ويبخل بالنفقة الواجبة وينفق ماله في المحرمات. ولذلك لا تكثر من حب المال، بل اجعل حبك من المال حبا معتدلا متوسطا وفق الشريعة، لأن من جعل المال في قلبه طغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. واستغنى هنا أعم من مجرد الاستغناء بالمال، لكن يدخل ضمنه الاستغناء بالمال. ثم ذكر جل في علاه أنه سوف يبعث يوم القيامة، هذا من باب الوعظ والتذكير والتخويف، سوف تبعث يوم القيامة ويحصل ما في صدرك من الخير والشر مما قد كنت تظهر أو تخفي. فإن قال قائل: وكيف يحصل ما في صدري؟ قال لك رب العالمين: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، فهو العالم بما تخفي الصدور جل في علاه.